حنروحش بعيد، حنروح انا وانتم ايضا في تاريخ اليمن، سنتحدث لكن في معلومه يمنية عن خط المسند، عدد حروفه ومراحل ايضا تطوره وطريقه الكتابه به. فخط المسند مشاهدي الكرام، او كما يسميه المستشرقون بالخط الحميري، خط النصب التذكاريه، وهو احد ضروب الكتابه العربيه الجنوبيه التي ظهرت في اليمن واستخدمه سكانه القدامى في الكتابة. يتكون خط المسند من 29 حرفا تكتب منفصلة عن بعضها، ويفصل بينها وبين كل كلمة وأخرى خط عمودي. ولخط المسند نوعين، وهنا لعبت مهارة النحات والكاتب اليمني دورا بارزا في زخرفة شكل الخط الذي يختلف تبعا لنوع المادة المكتوب عليها النقوش كالصخور أو المعادن. ويمكن القول بأن تنوع خطوط المسند شبيه بحالة خطوط اللغة العربية الفصحى، فهناك النسخ والرقعة والكوفي والديواني، وهذه هي اختلافات خطوط اللغة العربية التي أيضا تتشابه مع اختلافات خط المسند. الجميل في خط المسند مشاهدي الكرام أن لدي أيضا أنواع. نوعه الأول يعرف بالمسند الرسمي، وهو الذي يستخدم في النقوش التذكارية الرسمية المكتوبة على الصخور والمعادن. أما الثاني يعرف بالمسند الشعبي أو الزبور، وهو المستخدم في الكتابة على أعواد الخشب وعصب النخل. وهناك أيضا المسند المزخرف، وهو شبيه بالرسمي لكنه يحتوي على نقوش وزخارف. نعم، وقد نشر اليمنيون قديما ثقافتهم عبر هذه الأبجدية، فنقلوها إلى الحبشة وإثيوبيا وأريتريا وما يجاورها، وتوجد الكثير من النقوش المسندية في المتاحف الإثيوبية والأريترية. بل وتعدى ذلك إلى أن الأحباش اشتقوا من خط المسند الخط الجعزي المستخدم حاليا في أثيوبيا، ومن اللغة اليمنية القديمة لغة خاصة بهم لا تزال موجودة ومتداولة حتى اليوم. مر أسلوب الكتابة بخط المسند بمرحلتين، الأولى وهي القديمة عندما كانت النقوش تكتب بطريقة المحراث، وهي أن يبدأ الكاتب في السطر الأول بالكتابة من اليمين إلى اليسار، عندما ينتهي يكتب السطر الثاني من اليسار نحو اليمين وهكذا إلى نهاية النقش. أما المرحلة الثانية مشاهدينا الكرام هي المرحلة الوسيطة أو الحديثة، وفيها كتبت النقوش كما نكتب نحن حاليا من اليمين إلى اليسار. كما توجد العديد من الألواح والنقوش والمنحوتات اليمنية بهذا الخط في المتحف الحربي بصنعاء، وفي مكتبة ولاية بافاريا في ألمانيا، ومتحف الفنون الشرقية في روما، وغيرها أيضا من المتاحف. نعم، كان يجب على الخط المسند أن يسافر ويرتحل إلى كثير من المتاحف، لأنه أول الخطوط اللي كانت موجودة على وجه الأرض. نعم، من أقدم الخطوط، ويجب أيضا على كثير من اليمنيين البحث أكثر في هذا الخط. نعم، وتعلم أيضا هذا الخط، لحتى أكيد يوجد كثير من الأثار حتى الآن لم تكتشف في اليمن، سيساعد صحيح في معرفة أكثر عن الحياة قديما والحضارة قديما في اليمن. بعد السيولة الأخيرة حتى التي حصلت في محافظة مأرب، تنبأ الكثير من الباحثين في التاريخ وفي التراث أنه ستكون هناك اكتشافات تاريخية وأثرية صحيح كثيرة جدا. إلى جانب النقطة اللي كنت حابة أنوه لها، أنه كان الفراعنة عندما كانوا يكتبون، إذا اعتبروا من الحضارات القديمة على وجه الأرض، كانوا يكتبوا برسومات، لكن اليمني صحيح كتب بخط خاص به. نعم، وخط موجود منذ القدم.